الاسباب ديال هذا الحريق مازال مجهوله قبل لحد الساعه مجهوله. حنا كنشوفوا كاين استنفار في الامن الوطني وفي الوقايه المدنيه اللي استعنت بالعناصر ديال المحطات ديال الوقايه المدنيه الاخرى من عين السبع البرموسي حي محمدي. كنشوفهم على متفق انا سويت فيك كان السنفر قوينا في الامن بس لان الشركه ديال النسيج قسمت تمس العميد السرقه اللي نزلت في واحد الموقع هي خاويه هنا رجال ديال الامن الوطني رجال ديال القوات المساعده اللي كيقوموا بواحد الواجب كبير باش يحاولوا تماما اقتنع تماما حيت مجموعه ديال الناس كانوا يسمعوا الانفجار قوي فهمتي داخل
الساكنه كتخلع وتخرج بقوه.